الحقيقه احيانا بعض الناس يقول لك انا عند اتحاور مع اسرتي كيف انا والله اجلس معهم على الغداء، اذا نقص مويه هات مويه، اذا نقص كذا اجيب كذا، فهذه تعتبر طلبات او حاجات ليست هذه ليست حوار ليست حوار نعم. وبالتالي حتى يكون هناك حوار بناء ينبغي ان يكون هناك اسس، اول اساس لهذا الحوار ان يكون هناك هدف، ما الذي نرغب في هذا الحوار، ما هي الاهداف التي سنحققها في هذا الحوار، ثم بعد ذلك يجب أن يكون حوار بعيد عن الفوقية، بعيد عن أنه يكون مثلا شخص مثلا يكون أعلى من الآخر. الأمر التالي اللي هو أن يكون الحوار بحب، الحوار بحيث أن لا يكون انتصار للذات. أحيانا قد يكون بعض المناقشات داخل الأسرة، تعال مثلا نجمع الأسرة ونناقش حول محور معين من أجل أن تصل لنفسي، هذا خطأ. يجب أن يكون الحوار بناء على ما تحقق من نتائج إيجابية للأسرة. أيضا إذا كان من الأسس المهمة جدا للحوار البناء أن يكون هذا الحوار مبني على أساس أن أفهم الطرف الآخر، أحترمه، أقدره، أسمع ما يقول. الاستماع أيضا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يكون للطرف الآخر والأطراف كلها الموجودة في هذا الحوار أن يكون لها الحق الكامل في الاستماع والإنصات للمتحاورين، حتى أفهم ما تقول. عندما يتحدث مجموعة في وقت واحد، واحد يتحدث من هنا والآخر يتحدث منها، فمن فلمن نستمع؟ لذلك نقول أيضا من الأسس المهمة جدا الاستماع، والاستماع والإنصات بشكل جيد للمتحاورين. ثم بعد ذلك نبتعد كليا عن قضية الشخصية، يعني نبحث دائما إذا كان عندنا مثلا نقطة نريد أن نتحاور حولها أن لا أنتصل للشخصية فقط من أجل أثبت وجودي أو أثبت فكرتي أو أثبت مثلا الأمر هذا أنه أنا فعلا على الحق والطرف الآخر على الباطل. ولذلك دائما عندما نقول نضع هدفنا سنصل إليه بعيدا عن الشخصية وبعيدا عن الفوقية وبعيدا عن الأمور التي ربما تخل بهذا الحوار. هذه بأغلب الأسس المهمة جدا لبناء حوار جذاب وحوار مميز.